أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. قبل نحو 40 عاما اختار رئيس النظام الإيراني آنذاك الخميني شعار القدس من أجل تصدير ما سماها الثورة الإسلامية الإيرانية، فدعا إلى إقامة يوم القدس العالمي، بينما رفع النظام الإيراني شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. في حين فتحت إيران مع العراق جبهات القتال، استمرت الحرب حينها 8 سنوات وقامت بشراء أسلحتها من أمريكا والكيان الصهيوني، والتي عرفت وقتها بأكبر الفضائح في القرن العشرين. وما المرحلة الحالية أيضا؟ نتساءل لماذا ترفع الميليشيات الموالية لإيران في العراق أيضا شعار تحرير القدس، وأيضا النظام الإيراني يرفع نفس الشعار، وأيضا الموت لإسرائيل وهي من تولي وبرعاية إيرانية مباشرة عمليات الخطف والقتال والاعتقال والتهجير لآلاف الفلسطينيين الذين يتوزعون في مناطق متفرقة من العراق منذ عام 2003، مما دفعهم للجوء إلى الصحراء في المخيمات. كما ألغت الحكومة في العراق القرار 202 الذي كان يضمن لهم عيشا كريما والذي يساوي بالحقوق الفلسطينية والعراقية، وقامت أيضا الحكومة بسحب الأوراق الثبوتية لهم والاستيلاء على منازلهم من قبل الميليشيات وطردهم من وظائفهم الحكومية، لا سيما في زمن نوري المالكي. نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن النظام الإيراني وأسباب استخدامه شعار تحرير القدس والقضية الفلسطينية. وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد مشينش المتخصص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأرحب أيضا بالأستاذ مصطفى كامل ينضم معي عبر الإقمار الصناعية، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى كامل مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وأرحب أيضا بالأستاذ دكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني انضم معنا من عمان. دكتور نبيل مرحبا بك. مرحبا بك، تحية لك ولضيفك الأعزاء. حياكم الله ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. خطب وشعارات، تظاهرات وشجب وتنديد، يرافقها تصريحات وتهديد ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. هذا ما يفعله قادة الدول الذين يريدون كسب عواطف الشعوب الإسلامية وتحقيق غايات سياسية مادتها الرئيسة القضية الفلسطينية، لكن حقيقتها تصب في مصالح أخرى. قدمت إيران نفسها كدولة تدافع عن قضايا العالم الإسلامي، واتخذت قضية فلسطين وتحرير القدس شعارا لها لاستقطاب تعاطف المسلمين، لكنها فعليا لم تقدم ما يذكر للقضية الفلسطينية. أسست جيش القدس الذي يخوض حروبا لصالح إيران في العديد من الدول العربية، لكنه لم يتقدم خطوة واحدة لتحرير القدس. إيران التي دعت منذ تسلم الخميني للسلطة عام 79 إلى إقامة يوم القدس العالمي، لكنها في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل لم تجد حرجا في شراء الأسلحة من الكيان الصهيوني أبان حربها مع العراق والتي عرفت بإيران جيت، وهي من أشهر الفضائح السياسية التي شهدها العالم في ثمانينيات القرن الماضي. في آخر جمعة من رمضان خرجت تظاهرات في إيران برعاية الدولة، شارك فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني تندد بالسياسات الصهيونية والأمريكية في المنطقة. وفي نفس التوقيت كانت هناك مظاهرات تحمل ذات الشعارات في العاصمة بغداد بقيادة الميليشيات وبزيهم القتالي. من جانب آخر ووسط التنديد بإسرائيل، كشف النائب كريم علياوي عن إغراق السوق العراقي بالبضائع الممنوعة والمنتهية الصلاحية والأسلحة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن بغداد لا تملك السيطرة على المنافذ الحدودية. الجدير بالذكر أن تلك الميليشيات التي ترفع شعار تحرير القدس والموت لإسرائيل هي التي تولت وبرعاية إيرانية مباشرة عمليات الخطف والقتل والاعتقال والتهجير لآلاف الفلسطينيين الذين يتوزعون في مناطق متفرقة من العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، مما دفعهم للهرب واللجوء إلى الصحراء في مخيمات الرويشد والهول والتنف والوليد. وجد الفلسطينيون أنفسهم في دوامة عنف كبيرة لا يملكون فيها أي وسيلة دفاع، منتظرين الموت على يد ميليشيات بدر والمهدي والعصائب على مرأى ومسمع من الحكومة. ومما ضاعف الصعوبات التي يعيشها الفلسطينيون في العراق إلغاء القرار 202 الذي كان يضمن لهم عيشا كريما وينص على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات، واستبدال هذا القرار
بجملة من القرارات التي تجردهم من جميع الامتيازات الممنوحة لهم قبل 2003. ما تبقى من الفلسطينيين في العراق اليوم يعيشون ظروفا صعبة بعد استيلاء حكومة نور المالك السابقة على منازلهم، فضلا عن طردهم من وظائفهم الحكومية وحرمانهم من حقوقهم وتجدد الاعتقالات بحقهم بين الحين والآخر. إذا نبدأ معك أستاذ محمد مشينش المتخصص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق. أستاذ محمد، قضيت أكثر من 40 عاما في العراق، ما الذي حصل للفلسطينيين هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر لكم هذه الاستضافة ونتمنى لكم ولجميع المشاهدين عاما مليئا بالخير والبركة بحلول العيد الفطر المبارك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يخفف عن هذه الأمة جراحها وألامها، وخصوصا إخوانكم وأهلكم الفلسطينيين الموجودين الآن في القدس الذين يستهدفوا بشكل مباشر. الحقيقة نحن عشنا في العراق، قدم الفلسطينيون في العراق عام 1948، هم لم يأتوا طارئين على العراق، جاءوا في تلك الفترة التي كان فيها حكم الملكي، وقدم في إلى العراق الفلسطينيين من 3 قرى رئيسية، هم من قرى إجزم وقرية جبع وقرية عين غزال التي هي في مدينة حيفا الفلسطينية. وهؤلاء كان الجيش العراقي على صلة معهم أثناء الحرب مع العصابات الصهيونية، وبالتالي عندما انسحب الجيش العراقي أخذهم معه إلى العراق بضيافة الحكومة العراقية في ذلك الوقت، وكان عددهم 5000 فلسطيني، هذا عام 1948، وعاشوا في العراق في تلك الفترة، وتعاقبت على وجودهم في العراق النظام الملكي، الثورات قامت في العراق وتبدل الحكم إلى جمهوري وحكم العراق ضباط، ثم تغيرت وجاء آخر الفترة اللي هي حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، وتغيرت كل هذه الحقب على الفلسطينيين في العراق، والحقيقة لم يكن هناك استهداف للفلسطينيين في العراق، وعاشوا طيلة هذه الفترة مع أخوانهم الشعب العراقي بأفراحهم وأتراحهم، وبينهم مصاهرة وبينهم نسب. نحن لا نتكلم عن سنة وسنتين، نحن نتكلم عن ما يزيد عن نصف قرن، نتكلم عن 1948 وحتى عام 2003، يعني نحن نتكلم عن نصف قرن من الوجود في العراق. هؤلاء الناس يعرفون العراق ويعرفون بغداد شبر شبر كما يقول أهلنا في العراق، ويعيشون كل هذه الظروف في وعاشوا كله، حتى ظروف الحصار الجائر الذي عاشه يعني أهل العراق. أصبحوا عراقيون، جزء من العراق، جزء رئيسي، وليسوا طارئين. في عام 2003 عندما جاء الاحتلال الأمريكي للعراق، هنا حصلت المشكلة. مع دخول القوات الأمريكية بدأ الاستهداف للفلسطينيين، ومباشرة تم تهجير، هذا مع دخول القوات الأمريكية، 400 عائلة فلسطينية، وهؤلاء ذهبوا إلى نادي حيفا، وهناك أقاموا نادي حيفا في منطقة البلديات، وأقاموا هناك مخيم، وعادت الخيمة التي سكنوا فيها عام 1948 عادت لهم في عام 2003 بثوب جديد للأسف، وأقاموا المخيم في ملعب نادي حيفا الرياضي في عام 2003، وكان فيه أكثر من 400 عائلة فلسطينية طردوا من بيوتهم وطردوا من المساكن التي كانوا يسكنونها، وبدأت هنا المشكلة. ثم وأنا أذكر جيدا تحديدا في حزيران من عام 2003، يعني بعد الاحتلال الأمريكي بشهرين، زارنا في العراق اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وكان هذا أول تقرير يعد عن الفلسطينيين، عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وأنا كنت من رافق هذه اللجنة، وتجولنا على جميع مناطق الفلسطينيين في بغداد. لماذا؟ قال لي، أنا أذكر جيدا الرئيس هذه اللجنة، لجنة حقوق الإنسان، لجنة العربية لحقوق الإنسان، قال لي: نحن سمعنا من المعارضة العراقية أن هؤلاء الفلسطينيين هم مخابرات صدام، وهؤلاء جزء من النظام السابق، وحذاري أن تقترب منهم قد يؤذوك. سمع من أين؟ سمع من المعارضة العراقية في ذلك الوقت. لا. للأسف طبعا أنا قلت له هذا الكلام غير صحيح، نحن لسنا تبعا لأحد، نحن جزء من الآن موجودين في العراق، وكل الشعب العراقي بالنسبة لنا بكل مكوناته، أنا لا أبالغ، بكل مكوناته، وهنا المكونات معروفة للشعب العراقي، يعني كعرب شيعة، كعرب سنة، كأكراد، كطوائف مسيحية، غير كلهم لدينا علاقات معهم ومصاهرة بيننا وبينهم، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقول أن الفلسطينيين في يوم ما كانوا ضد أحد، ضد أحد أبدا. طيلة هذه الفترة كان الفلسطينيون يعيشون بحالة وئام مع جميع المكونات الشعب العراقي.
للأسف طبعا تجولنا في الأحياء بشكل جيد وأعد تقريره ونشر على الإنترنت في ذلك الوقت، وكان هو بالنسبة له، أنا أذكر جيدا التقرير كان بالنسبة له صادم، لأنه يقول كيف هذا يتهم هؤلاء الفلسطينيين بهذا وهم يعيشون في هذه الظروف القاسية ويستهدفون بهذه الطريقة البشعة. يعني كان في منطقة الزعفرانية مثلا كان هناك استهداف بالسلاح لهم، ذهبنا أنا والرجل إلى الزعفرانية، أريته هذه المساكن التي يسكنها الفلسطينيين في منطقة الزعفرانية، وهي مساكن حقيقة ذات وضع صعب جدا. تعرف العراق حوصر من 1991 وإلى الاحتلال هو كان محاصر، وبالتالي الظروف الصعبة التي كان يعيشها الشعب العراقي نفسها كان يعيشها الشعب الفلسطيني. كان دعايات عجيبة غريبة، أنا ذهبت به إلى أكبر تجمع الفلسطيني وهو منطقة البلديات، تفاجأ قال أين أنابيب الغاز، أين أنابيب التبريد، أين محطات التوليد الخاصة التي يقولون أنكم يعني تستلمونها من الحكومة، وأين الراتب الشهري الذي كان يصرف لكم شهريا بواقع $500 للشخص الواحد. قلت له يا رجل هذه الكلام، حدث العاقل بما لا يعقل، فإن عقل فإن صدق فلا عقل له. قلت له كيف يعني نحن في العراق في زمن الحصار كانت $100 رقم كبير، كيف للشخص الواحد 500؟ من يصدق هذا الكلام؟ ثم أنت ترى هذه البيوت الذي يسكنها الفلسطينيين وهذه التجمعات والتكدس للفلسطينيين في المناطق التي يسكنون فيها. يعني مثلا مجمع البلديات فيه 768 وحدة سكنية، 768 وحدة سكنية. نحن أخي أقمنا الإحصاء قبل الاحتلال، كان يسكن في هذه 768 وحدة سكنية كان يسكنه 2700 عائلة فلسطينية، يعني بواقع تقريبا 3 عوائل للوحدة السكنية الواحدة. إذا علمنا أن الوحدة السكنية الواحدة هي عبارة عن غرفة وصالة وبلكون أو غرفتين وصالة وبلكون، عن أي حالة امتياز يتكلمون بها هؤلاء المعارضة وهذا الظلم الذي طبعا هذا كيف ترجم أستاذ دكتور سمير؟ ترجم للأسف إلى قتل، وترجم إلى اعتقالات تعسفية، وترجم إلى استهداف غير مبرر وفيه ظلم شديد، ولا زال الظلم إلى يومنا الحالي. ابقى معي أستاذ محمد، سأعود إليك. أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، يعني انتهاكات كبيرة ارتكبت ضد الفلسطينيين في العراق على يد الميليشيات الموالية لإيران بحسب الكثير من المصادر الموجودة والوثائق. يعني من وجهة نظرك لماذا اختار الخميني إذن شعار تحرير القدس بينما الفلسطينيون ينكل بهم في العراق؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الصديقين العزيزين الأستاذ محمد مشيمش والدكتور نبيل العتوم. الحقيقة كما تفضل الأستاذ مشيمش، كانت الأخوة الفلسطينيون جزء من النسيج الاجتماعي الذي يعيشه أبناء العراق، ولم تكن هناك أي فوارق بينهم وبين الشعب العراقي، وكانوا يحصلون على جميع الحقوق التي يحصل عليها المواطن العراقي، وهذا دأب الحكومات في العهد الوطني منذ العهد الملكي وإلى العهد الجمهوري. أما للإجابة على سؤالك فيما يتعلق باختيار مرشد النظام الإيراني السابق خميني لفكرة يوم القدس، هو اخترع هذه الفكرة لجعل أو لتحسين صورته الإرهابية التي أراد أن يقدمها، صورة معكوسة لما كان يقوم به من اضطهاد لأبناء الشعب الإيراني وخصوصا للشعوب غير الفارسية. كان هناك اضطهاد كبير للشعوب العربية والشعب للشعب العربي والشعب الكردي والشعب البلوشي، وكان هناك اضطهاد كبير لأحزاب سياسية شارك بعضها في قيام الثورة الإيرانية ضد النظام الشاه محمد رضا بهلوي. لذلك كان هذا المشروع الذي تقدم به خميني هو لتقديمه إلى العالم، إلى الوطن العربي، إلى المواطنين العرب وإلى المسلمين، باعتباره حاميا للمقدسات الإسلامية أو مطالبا بتحريرها أو يعني في هذا الإطار. هو محاولة لتبييض وجهه، محاولة لكسب، طبعا قبل تبييض وجهه أيضا هناك محاولة لكسب هذا الشارع العربي والإسلامي الذي توهمت بعض قواه السياسية
في ثورة النظام الإيراني أو ثورة الخميني توهموا أن هناك توجها جديدا لصالح القضايا العربية والإسلامية، فأراد خميني أن يلعب على هذا الوتر ويمارس مزيد من الخداع بهذه القطاعات العريضة من الشارع العربي التي ظنت أن مجيء خميني واستبدال يعني نظام الشاه الذي كان يقيم علاقات جيدة مع الكيان الصهيوني، ظنوا أنهم سيكون لهم سنداً وعوناً. في الحقيقة هو باشر في أول خطواته السياسية إلى شن العدوان على العراق. هو خلال الفترة منذ شباط فبراير 1979 حينما تسلموا الحكم في طهران وحتى بداية أيلول سبتمبر 1980 قام النظام الإيراني بأكثر من 420 عدوانا على العراق، وقام العراق بتوثيق هذه الاعتداءات بكل أنواع الأسلحة بنحو 290 مذكرة، وتحديداً ب 293 مذكرة احتجاج سلمت إلى الأمم المتحدة أو إلى الجهات المنظمات الدولية التي كانت في ذلك الوقت. هذا الأمر أتبعه خميني بعلاقات سرية واسعة النطاق وخصوصاً على الجانب التسليحي مع الكيان الصهيوني، وكما أشرتم في تقريركم إلى أن الجسر الجوي الذي أقامته سلطة الاحتلال الصهيوني في تل أبيب مع سلطة النظام الإيراني في طهران، كان هناك جسر جوي يمر عبر العديد من الأجواء الدول المجاورة للعراق ولإيران، ولم يكشف لتسليح النظام الإيراني وإمداده بآلة العدوان والحرب ضد العراق. لو سمحت ابقى معي سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ محمد. يعني بالعودة إليكم، يعني أمر يثير الغرابة فعلا، هل ترى أن إيران فعلا هي متمسكة بالقضية الفلسطينية؟ كيف لها أن تتمسك بالقضية الفلسطينية وهذا التعاون هو موجود والتاريخ يثبت ذلك، يعني ما بين إيران والكيان الصهيوني سواء بإقامة جسر جوي أو بشراء أسلحة أمريكية، وأغلب الشعارات التي تنطلق من النظام الإيراني الموت لإسرائيل الموت لأمريكا. السؤال هنا يعني إلى أي مدى ترى أنه فعلا إيران متمسكة بالقضية الفلسطينية؟ يعني الحقيقة يعني الموضوع هو له علاقة في البعد السياسي للمشروع الذي تقوده إيران في المنطقة. إيران لديها مشروع هو تصدير الثورة، وبالتالي تصدير الثورة يجب أن يكون فيه بعد غير بعد المصلحة حتى يستطيع أن يدخل إلى هذه الشعوب وينال قبولها، وبالتالي كان يجب أن يضيف نوع من القدسية إلى هذا الحراك الذي يريد أن يتحركه. وبالتالي أفضل ما يمكن أن يتمسك به وهي القضية الفلسطينية وقضية القدس كمقدس عند المسلمين، القبلة الأولى ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجب أن يأخذ هذا الشعار وينطلق فيه ويبقى متمسكا به. لذلك بعد هذه السنين الطويلة ما عاد الأمر يمكن تسويقه. يعني اليوم نحن نرى مثلا مشروع تحرير القدس الذي رفع في عام 1980 وسيقت الحرب العراقية الإيرانية في ذلك الوقت من أجل تحرير القدس. يعني نحن عشنا تلك الفترة ونذكر جيدا، كان الأمر مرتبط بتحرير القدس، الهجوم على العراق لأجل تحرير القدس. وبالتالي نحن الآن نتكلم عن اليمن، صنعاء أصبحت طريقا للقدس، بغداد أصبحت طريقا للقدس، بيروت أصبحت طريقا للقدس، دمشق أصبحت طريقا للقدس، حتى القصير عندما تم مهاجمتها في سوريا أصبحت طريقا للقدس. وبالتالي نحن اليوم ما عاد هذا الأمر يمكن أن يقبل، أنك أنت تريد أن تلبس مشروعك السياسي في المنطقة المشروع التوسعي إلى الحالة القدسية التي تريد أن تتلبس بها وأن تختار القضية الفلسطينية كقضية يجمع عليها كل الأمة الآن. يعني لا يوجد خلاف، لا يوجد اثنين يختلفون، لا أقصد حتى المسلمين في المنطقة بل حتى الغير المسلمين كحالة إنسانية، لا يوجد اثنين يختلفون على القضية الفلسطينية. وبالتالي التمسك كرافعة كدرج للصعود على هذه الأمة اختاروا القضية الفلسطينية، ولكن أنا أظن ما عاد الأمر مقبول في هذه الغاية السياسية بشكل واضح. أرحب بدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني انضم معنا من عمان. دكتور نبيل مرحبا بك.
اهلا بكم يا سيدي. دكتور نبيل، كيف لإيران أن تتمسك بالقضية الفلسطينية وأن تستخدم جميع الطرق أو جميع الأدوات كطرق للوصول إلى القدس بحسب إعلامها، ولكن من وجهة نظرك كيف تستهدف الفلسطينيين في العراق في حين أن شعاراتها القائمة كلها من أجل تحرير القدس ونصرة القضية الفلسطينية؟ شكرا جزيلا لك، تحية لك ولضيفك الأعزاء. في واقع الأمر يعني أحد الشعارات تذكر فيها إيران الوقت الحاضر يعني ما يسمى بشعار الممانعة. كما تعلم أخي العزيز، أنا أثناء دراستي في إيران كان هنالك دائما مسيرات في نهاية كل شهر رمضان بما يسمى بجمعة القدس، وهذا الأمر لفت نظري، خاصة أنه ما يتم طرحه فقط هو شعارات ليس لها يعني دعني أسميه فارغة المضمون. إحنا عم نتحدث اليوم، ربما أنا قمت بتحليل كامل لمناهج التعليم الإيرانية منذ الصف الأول الابتدائي ولغاية مرحلة البيش دامشقا، سوف تستغرب أنك تجد أنه فلسطين ليس لها مكان في الكتب المدرسية الإيرانية، بمعنى هم يحاولوا أن ينزعوا قدسية فلسطين من خلال الحديث على أن لا يوجد هناك شيء اسمه مسجد أقصى، بل رفع إلى السماء الرابعة، ثم الحديث أيضا عن أن لا يوجد شيء اسمه صراع ديني مع إسرائيل ومحاولة تسييس هذا الموضوع. بموازاة ذلك هي تلجأ إلى نقطة خطيرة جدا، هي لا تعتبر إسرائيل عدو في مناهجها وكتبها المدرسية، العدو هم للأسف الشديد العرب، وبالتالي هم يركزوا على العداء وتأصيل محاولة العداء القومي العربي الفارسي، وليس تأصيل لفكرة إسرائيل أنها هي عدو لدعني أسميه عدو لإيران. بموازاة ذلك هنالك كتاب وقمت أيضا بترجمته، كان يتم تدريسه لنا في مادة السياسة الخارجية الإيرانية، يدعى نظريات ومقولات الاستراتيجية الوطنية لمحمد جواد لرجانية، تعتبر محور الممانعة وممثل في حركات حماس والجهاد الإسلامي، هي أحد المصدات للدفاع عن الأمن الإيراني، وتطلق عليها في كتبهم الجامعية ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم، على أساس أن يتم تأليف هذه الحركات للانسياق وراء المشروع الإيراني المتعاظم في المنطقة. من هنا أستطيع أن أجمل أن موقف إيران من القضية الفلسطينية هو موقف مصلحي من ناحية، الأمر الثاني هو قضية خطيرة تحاول أن تنزع البعد الديني عن القضية الفلسطينية، وهذا له دلالاته الخطيرة وتسييس هذا الموضوع. الجانب الثالث أن العدو في الكتب الإيرانية ليس إسرائيل، لم ترد كلمة إسرائيل كعدو في كتبهم وفي مناهجهم التعليمية، بل العدو هم العرب. بالإضافة إلى ذلك النقطة المهمة والمحورية أن دعم حركات الممانعة أو المقاومة مثل في حماس والجهاد الإسلامي وغير ذلك من التنظيمات الإسلامية السنية هو يندرج في إطار خطير جدا، على اعتبار أن هذه الحركات هي عبارة عن المصدات للدفاع عن الأمن الإيراني. بموازاة ذلك تجد طبعا الانتقام الإيراني من دعني أسميه حركات الممانعة بادية من خلال موقف هذه الحركات من الأزمة السورية، ووجهت تحذير شديد اللهجة، ربما وصل إلى مرحلة التهديد بتدمير هذه الحركات في حال لم تتساوق مع المشروع الإيراني من خلال بوابة الأزمات الإقليمية، من خلال بوابة الأزمة السورية على وجه التحديد، وهذا أيضا له مغزى ودلالاته الخطيرة المهمة والمحورية. الآن بعد احتلال العراق في العام 2003 كما تعلم كان هنالك الميليشيات الطائفية والمخابرات الإيرانية والفازداران الحرس الثوري الإيراني دور مهم في عمليات التطهير التي طالت أعداد كبيرة من الفلسطينيين المقيمين في العراق، خشية مما يسمى بالإخلال بالموازنة التمثيل الديموغرافي السني الشيعي. طيب. معي دكتور نبيل لو سمحت، بالعودة إليك أستاذ مصطفى كامل، وزير الأمن الإسرائيلي السابق أبي ديختر صرح وتحدث عن الخدمة الكبيرة التي حققها الاحتلال الأمريكي للعراق، ما حققه للأمن الإسرائيلي ولأمن إسرائيل، أمن الكيان الصهيوني، وذلك بتفكيك الجيش العراقي السابق. من وجهة نظرك الآن خلال هذه المرحلة كيف ترى نتائج ذلك على الأرض؟ يعني كل المعلومات وكل حقائق الواقع التي يعني تجسدت على الأرض طيلة السنوات الستة العشر الماضية أثبتت أن العراق كان هو السد المنيع أمام هذا المشروع الفارسي الذي يحاول أن يستبيح الأمة جميعاً، وهو فعلاً يمد أصابعه الإرهابية في أكثر
من قطر عربي سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن في ليبيا في لبنان في البحرين، هو يحتل الجزر العربية الثلاثة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو يهدد الأمن المجتمعي في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المغرب العربي في عدد من أقطاره في المغرب في الجزائر في تونس في موريتانيا في السودان في مصر أيضا وفي فلسطين بالتأكيد. المشروع كان العراق هو البلد الوحيد بعد خروج مصر من معادلة الصراع العربي الصهيوني يعني التفاهمات السرية وانخراط نظام حافظ الأسد في مشروع التسوية الاستسلامي ضد لتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف بمؤتمر مدريد وما بعده، كان العراق هو البلد الوحيد المؤهل يعني أولاً لدعم الفلسطينيين والخطر الذي تشعر به الصهيونية وكيانها الغاصب في فلسطين، كانوا يشعرون أن هناك خطراً عليهم لأن هذا البلد الوحيد هو الذي وجه صواريخه إلى تل أبيب وحيفا وعكا وعدد من المدن والتجمعات الصهيونية، وبالتالي كان هناك خطر حقيقي على الكيان الصهيوني من جانب العراق. ويروي الفريق الأول نزار عبد الكريم الخزرجي الذي كان رئيس أركان الجيش في مرحلة تحرير الفاو عام 1988 أن الرئيس صدام حسين رحمه الله أمر بعد إنهاء قضية يعني تحرير الفاو أمره بأن تخرج عدد من قوات الجيش العراقي فرق الجيش العراقي للتهيئ لمعارك تحرير فلسطين، وهذا مثبت في وثائق التي أو المذكرات التي كتبها الفريق نزار الخزرجي موجودة للقراء. وبالتالي كان العراق هو مصدر تهديد حقيقي وليس مفتعل وليس دعائي للكيان الصهيوني. العراق منذ يعني في عبر كل الحقب في العهد الوطني سواء كانت الملكية أو الجمهورية وانتهاء بالنظام الوطني الذي أسقطه الاحتلال عام 2003 كان يؤكد على موضوع تحرير فلسطين وكان يعمل على ذلك وكان يعمل على دعم الشعب العربي الفلسطيني وكان يغرس ثقافة المقاومة وثقافة تحرير فلسطين في نفوس أبنائه ابتداء من طلاب الروضات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وصولا إلى الجامعات، وكانت وسائل الإعلام ووسائل التثقيف والعمل الجماهيري والعمل الثقافي والأدبي والفني كلها تصب في إطار يعني تعزيز ثقافة المقاومة وثقافة تحرير فلسطين وعدم القبول بالكيان الصهيوني والاعتراف به. ولذلك كان التآمر الأمريكي الإيراني المشترك الذي أسفر عن احتلال العراق والقبول الإيراني والتوافق والعمل الذي أعلن عنه ما يسمى بسفير الإدارة الأمريكية في المعارضة العراقية زلماي خليل زادة الذي عين بموجب قانون تحرير العراق عام 1998 الذي صدر في ظل إدارة كلينتون في ذلك الحين، كشف عبر مذكراته وهي أيضا موجودة للقارئ عن التنسيق الأمريكي الإيراني وتحديدا مع شخص محمد جواد ظريف الذي كان يشغل منصب نائب الممثل الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، وكان زلماي خليل زادة ومحمد جواد ظريف يعقدان لقاءاتهم السرية في جنيف لتنسيق المواقف لتمهيدا لغزو العراق. وأنا أتذكر كيف أبرزت قناة الرافدين عبر برنامج وثائقي بالغ الأهمية اسمه على بث قبل سنوات على حلقات اسمه في سبيل الشيطان، كيف قامت الإدارة الحكومة الإيرانية بدفع عملائها ومن مما يسمى بالمعارضة العراقية وهم الذين يتحكمون بالعراق الآن، كيف دفعتهم إلى الحضن الإيراني وكيف كان حتى أحمد تشلبي العميل الشهير للإدارة الأمريكية ولمؤسساتها كيف كان لديه مكتب
يعني يتحرك من خلاله في طهران. ونذكر جميعا كيف كانت فصائل المعارضة العراقية العميلة في الحقيقة، كيف كانت خلال سنوات الحصار تمارس دورها الخياني الغادر في تشديد القبضة الحصار على العراق. ونذكر عدة محاولات عندما يأتي موعد المراجعة الدورية لقرار 598 في مجلس الأمن، تبدأ المعارضة العراقية العميلة من طهران تحديدا وعملائها في فروعها في دمشق وفي بعض الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة لإثارة قضايا جانبية في هذا المجال. وبالتالي يعني نؤكد أن موضوع الاحتلال الأمريكي للعراق، وكان بتنسيق مع الإدارة الإيرانية مع الحكومة الإيرانية وعبر وسائل وقنوات عديدة، كان ضربة موجعة لعملية التصدي للعدوان الصهيوني ولدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وأيضا هو نصرة للكيان الصهيوني ومشروعه الغاصب. نعم أستاذ محمد المشينش، يعني من خلال ما تحدث به الأستاذ مصطفى كامل وأيضا الدكتور نبيل العتوم، موقف إيران من القضية الفلسطينية تكاد تكون يعني تكونون ضيوف الكرام متفقين على أنه موقف مصلحي واستخدم لأهداف سياسية وأغراض سياسية. ردت فعل الفلسطينيين في العراق في الداخل العراقي عندما ترفع إيران شعار تحرير القدس بينما ترتكب بحقهم أبشع الجرائم منذ عام 2003، كيف هي ردت فعل الفلسطينيين والآن الموجودين أيضا في المخيمات؟ نعم، يعني بداية يعني لا يمكن أن يقبل أن يسفك الدم الفلسطيني في العراق ويسفك أيضا في سوريا الآن بآلاف الشهداء وقصف المخيمات وهدمها على ساكنيها من الفلسطينيين بذرائع حقيقة غير مقبولة، ثم نقول نحن نقيم يوم القدس من أجل القدس ومن أجل تحرير القدس. لا يستقيم هذا، لا يمكن أنك أنت تقتل الفلسطينيين وبنفس الوقت تريد أن تدعم الفلسطينيين. كذلك لا يمكن أن تقتل أنت الشعوب العربية، نحن لا نرضى هذه الشعوب، هذه شعوبنا، أهلنا، إخواننا، أحبابنا، وكذلك الشعوب الإسلامية ليس فقط العربية. لا يمكن أن نقبل نحن أن تهدم حواضر الأمة، بغداد ودمشق وصنعاء، تهدم وتدمر هذه حواضر الأمة ثم نقول نحن نريد أن نحرر فلسطين. فلسطين لا يمكن أن يحررها الفلسطينيين، فلسطين تحررها الأمة، الفلسطيني ومعهم الأمة. إذا كنت تهدم الأركان الأمة اليوم فكيف يمكن أن تتحرر فلسطين؟ بالعكس، أنت تبعد الأمة عن تحرير فلسطين بما يحصل الآن. قتل الفلسطين بهذه الطريقة أدى استهداف فلسطيني العراق واستهداف الفلسطينيين في سوريا الآن، المعارك القائمة أدى إلى أن يبتعد الفلسطينيين عن محيط فلسطين ويهاجروا إلى بحثا عن الأمن والأمان في دول بعيدة. هؤلاء هم وقود الثورة الفلسطينية التي ستكون تقوم بالتحرير، مشروع التحرير يقوم على هؤلاء. هؤلاء اليوم يبعدون، مشروع إبعاد الفلسطينيين عن محيط فلسطين يخدم من؟ وبالتالي كيف تريد أن تقيم يوم القدس أنت العالمي وأنت ترتكب كل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين في العراق وسوريا؟ نحن كنا نتمنى أن يكون هذا اليوم يوما يجتمع فيه الأمة جميعا من أجل تحرير القدس، كنا نتمنى ذلك. لو رأت الأمة فيه مصداقية، لو رأينا نحن فيه مصداقية لشاركنا فيه جميعا. وأنا ولكن أريد أن أؤكد على مسألة مهمة، القدس في ضمير الشعب العراقي موجودة من زمان، وأعيد وأكرر هي موجودة عند كل طوائف الشعب العراقي، ليس عند فئة محددة. وبالتالي شهداء العراق اللي موجودين اليوم في جنين، موجودين إلى اليوم، شواخص القبور الموجودة في جنين هي من كل المحافظات العراقية. وأنا أرجو أن لا يفهم كلامنا عندما نتحدث عن إيران نتحدث عن مكون من مكونات الشعب العراقي، أبدا. نحن عندما نقول الشعب العراقي إخواننا وأهلنا نتحدث عن كل المكونات. إذن فلماذا إيران استهدفت الفلسطينيين؟ يعني ما الغاية؟ أنا أريد أن أقول هذا، صح، هذا الموضوع ماذا مهم. تريد أن تصل؟ نعم، هذا الموضوع مهم، مهم جدا. لماذا نقول؟ أنا ذكرت في البداية تعاقبت على العراق مختلف الحكومات بمختلف التوجهات ولم يحصل للفلسطينيين ذلك. لماذا؟ هناك متغير واحد في كل هذه المعادلة، هو الوجود الإيراني في الموضوع. وبالتالي نحن
أنا أقول لك بالفم الملآن، هل إيران تعلم بما يجري للفلسطينيين في العراق أو لما يجري الآن للفلسطينيين في سوريا؟ نعم تعلم جيدا. حتى أنا أريد أن أقول لك معلومة، السفارة الإيرانية زارت الفلسطينيين الذين كانوا قد هربوا من العراق وراحوا وذهبوا إلى مخيم الهول في الحسكة في سوريا، في الصحراء في شمال سوريا، أسكنوهم هناك. ذهبت السفارة الإيرانية وسمعوا من الناس، قالوا لهم لماذا نستهدف؟ هؤلاء أتباعكم، أنتم من جئتم بهم ونحن نعلم ذلك جيدا. هل يوجد اليوم أحد في العالم لا يعرف أن العراق يدار من قبل إيران؟ أو حتى في الحقبة التي تلي، يعني الميليشيات الطائفية التي كانت تستهدف الفلسطينيين، هل يختلف إثنان أنها كانت مدعومة من 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 إيران؟ لا يمكن، الكل يعرف ذلك. حتى أن أكبر هجوم جرى على الفلسطينيين في عام 2005 في مايس 2005، والذي تبعه سلسلة من الجرائم بحق الفلسطينيين، قد تم بواسطة قوات ميليشيا بدر، وهذا معروف، لا أخترع شيئا، هذا كان على الإعلام وأذاعته قناة العراقية، وهجم لواء الذئب مع قوات بدر، هكذا الخبر يقول، وتم إطلاق النار بكثافة شديدة على الفلسطينيين، وتم اعتقال مجموعة من الفلسطينيين بحجة أنهم ارتكبوا عملية تفجير في بغداد الجديدة، وراح ضحيتها 13 شهيدا من الشعب العراقي، واستهداف 50 شخص جرحوا. بعد فترة بسيطة، طبعا هذا سلط عليه الإعلام ب 2005 بشكل كثيف جدا، الفلسطينيين ناكري الجميل يفعلون هذا بالشعب العراقي وإلى آخره، ويروج الإعلام للأسف الطائفي بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك تم تبرئة كل الفلسطينيين الذين اتهموا بهذه القضية، وكان القاضي شجاعا، لأن شاهد الإثبات كان مختل عقليا، جاءوا به من الشارع من أجل أن يشهد على الفلسطينيين. أنا أقصد أن هذه الجرائم كلها التي حصلت ليس لها علاقة بتبديل النظام في العراق أبدا، لأن النظام تبدل على الفلسطينيين في العراق أكثر من نظام تبدل، لم يحصل شيء للفلسطينيين. المتغير الآن الموجود أن دخول إيران على الخط بهذا الموضوع، وبالتالي جرى استهداف الفلسطينيين. حالة طبيعية دكتور سمير، تسمح لي بدقيقة واحدة، الحالة الطبيعية كانت تقول بعد ما جرى في الاحتلال في العراق أن هناك ثلاث مكونات رئيسية في العراق، يعني الكل يتعامل معها، لأن وهي يعني الذي يجري الآن هو فيه ثلاث مكونات، اللي هم الشيعة والسنة والأكراد. الشيعة المفروض أنهم، عفوا أبدأ بالأكراد، الأكراد بينهم وبين الفلسطينيين تعاطف كبير، كما يقولونهم بحجة أن هذه القضية تشبه قضيتهم، يعني نضالنا كفلسطينيين من أجل نيل وطننا يشبه النضال الكردي، وبالتالي هناك يعني أقول تقارب في وجهات النظر. العلاقة مع السنة يرتبطون معهم في البعد الديني والقومي كعرب، والبعد مع الشيعة أيضا المفروض أن يكون هناك تقارب بحجة أن الشيعة هم يحملون لواء المقاومة والعداء لإسرائيل والموت لإسرائيل ولأمريكا، وبالتالي الحالة الطبيعية كان المفروض أن يكون الفلسطينيين منعمين في العراق لمرحلة ما بعد الاحتلال، يكون هناك تعاطف معهم من قبل المنظومة الجديدة بما يسمى العراق الجديد. الذي جرى عكس هذا تماما، الذي جرى استهداف. أنا فقط أريد أن أعلق على الذي قاله الأستاذ نبيل العتوم في موضوع الديموغرافيا. هذه أستاذنا، هذه فرية، الفلسطينيين في العراق كان عددهم عندما جاءوا العراق عددهم 5000 نسمة فقط، وأعلى رقم وصله الفلسطينيين في العراق إبان الاحتلال كان 35000 فلسطيني فقط، ليس أكثر من هذا الرقم، لا يوجد. وبالتالي عن أي تغيير ديموغرافي نتحدث؟ الخوف من ماذا؟ أبدا، الموضوع له علاقة بأن ينتزع العراق من أي ارتباط بالمنظومة العربية والإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين. العراق لا أحد يستطيع أن ينكر دوره في القضية الفلسطينية منذ نشوء القضية الفلسطينية، ليس من اليوم. نحن نذكر جيد، أنا من قرية اسمها إجزم، كان فيها مبعوث للأمير الحسين العراق يتحدث عن الدعم العراقي للقضية الفلسطينية في عام 1936، ليس من اليوم. عودة إليكم مرة أخرى سيد محمد. الدكتور نبيل العتوم، بالعودة إليكم دكتور نبيل، يعني القادة الإيرانيون أو رؤساء النظام الإيراني أو المسؤولون في إيران تحدثوا عن أن بغداد عادت عاصمة للإمبراطورية الفارسية. أمن هذا المنطلق من وجهة نظرك يعني هم قاموا باستهدافهم لكل ما من هو عربي في العراق؟ طبعا بالتأكيد، لكن أود أن يعني أرد على ضيفك، يعني لما تحدث عن تغيير ديموغرافي فقط في العراق، أنا تحدثت أيضا عن تغيير ديموغرافي في سوريا، لأنه تم استهداف مخيم اليرموك، وكان هناك يعني استراتيجية شيطانية إيرانية هي ربما تنسجم مع الاستراتيجية الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق منها بمحاولات تهجير
الفلسطينيين في سوريا واعتبارهم أهداف مشروعة للميليشيات الشيعية اللي كانت موجودة تقاتل لغاية الآن في سوريا، بالإضافة إلى أيضا عمليات استهداف من جانب جيش النظام السوري. وبالتالي أنا بعتقد لا، كان في هنالك رؤية، خاصة أن هنالك مناطق حيوية في دمشق تمثل نقاط استراتيجية، وبالتالي كان هنالك رغبة إيرانية في دعني أسميه إجلاء أكبر عدد ممكن من النازحين الفلسطينيين المتواجدين على الحدود السورية لأسباب كثيرة، وهذا مرتبط بسؤالك أخي العزيز فيما يتعلق بمحاولة إيران بناء مجال حيوي. هذا المجال الحيوي سعت من خلاله إلى ما يسمى باستراتيجية تغيير المعادلة الديموغرافية الموجودة على الأرض فيما يعرف بالكوريدور الإيراني والمناطق المفيدة بالنسبة لإيران. تقصد أستاذ أن التغيير الديموغرافي في المنطقة هو إحلال الإيرانيين محل العرب في هذه المنطقة سواء كان في العراق أو سوريا؟ لم أسمع السؤال إذا سمحت. تقصد التغيير الديموغرافي هو أن يعني إحلال إيراني مكان العرب في المنطقة؟ بالتأكيد إحلال شيعي، يعني أكون صريح معك، إحلال شيعي للمناطق التي سوف يتم فيها ممارسة سياسة تطهير عرقي وتطهير مذهبي. بالتالي يعني ما شوف أنت كيف عملية الهجمات التي كانت تشن على مخيم اليرموك واشتركت فيها ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات متعددة الجنسيات الشيعية التي قامت إيران بإنشائها، وبالتالي يعني هذا بيعطيك تصور واضح حول طبيعة الرؤية الإيرانية الساعية والطامحة إلى بناء ما يسمى بإمبراطورية إقليمية عظمى بحلول 2030 لوضع مجمع تشخيص مصلحة النظام موافق عليه مرشد الثورة. وبالتالي أنا بعتقد أنه سواء كان عدد الفلسطينيين في العراق 35,000 أم أقل أم أكثر، أنا بعتقد هذا مرتبط كله بمحاولة. دكتور نبيل، يعني في هذه النقطة هل ترى أن العرب على 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 مستوى التحدي، على قدر التحدي، وهم يرون أن النفوذ الإيراني يزداد في عواصمهم؟ طبعا ليس على قدر التحدي، لأن لغاية الآن احنا نتحدث عن وجود مشروع عربي، يعني كان هناك محاولات اصطفاف عربي ضد المشاريع الإقليمية الموجودة لإيران، يعني كان هناك في بولندا عقد مؤتمر، ومن الآن قمم مكة الثلاث هذه لم تعد عن كونها سيارات صحفية لغاية الآن، لم تترجم على أرض الواقع، يعني وردت كلمة تنديد في البيان الختامي أكثر من 13 مرة. وبالتالي العالم العربي لا ينتظر بيانات التهديد وينتظر إجراءات عملية فاعلة على الأرض لمواجهة النفوذ الإيراني المتعاظم. الآن أنا بعتقد أنه هنالك رؤية أمريكية، رغم أنني أنا يعني كما تعلم الرؤية الأمريكية قائمة ليس فقط على إنهاء الوجود الإيراني، هي قائمة على فكرة عادة استخدام مصطلح تحجيم النفوذ الإيراني المتعاظم من خلال الأزمات الإقليمية. وبالتالي الدول الغربية في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ترى أهمية إيران ودورها الوظيفي في تفتيت المنطقة وفي زرع دعني أسميه الفتنة والمذهبية والطائفية. الآن بعد المشروع الإيراني وبعد سقوط العراق اللي كان بمثل جدار برلين العربي، الآن شهالة أن القضية الفلسطينية باتت في ذيل القائمة، يعني هي القضية رقم 4 في الاهتمام الدولي. وبالتالي كان لإيران يعني دعني أسميه جهود ومثابرة حثيثة ليجعل القضية الفلسطينية في ذيل القائمة نتيجة لإيران وسياساتها الإقليمية في المنطقة. إيران أنشأت ما يسمى بجيوش موازية من خلال اللي يعرف في وكلائها ومخالبها وأدرح المتواجدة عبر الحريق الإقليمي، كان لها دور مهم في تفتيت المنطقة، كان لها دور مهم في التسارق مع المشروع الإيراني لتدمير المنطقة وإشغالها عن التعاطي مع القضية الفلسطينية ومع الخطر الإسرائيلي. وبالتالي إذا كان هنالك فائدة أنا بعتقد لإيران في المنطقة، لو لم تكن إيران موجودة لأسهم الغرب في بناء هذه الدولة وفي دعم مشروعها الذي يسعى إلى ما يسمى بالفوضى غير الخلاقة في المنطقة، وهي ما كانت تحاول أن تتوسل به الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، وهذا ما أطلقته عليه حتى وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن عندما تحدثت رئيس عما يسمى بالفوضى الخلاقة في المنطقة. وبالتالي إيران مشروعها مشروع تدميري، لكن بمواجهة ذلك لا يوجد مشروع عربي لمواجهة النفوذ الإيراني للأسف الشديد. شكرا لك أستاذ نبيل، دكتور نبيل، على وجودك معنا في هذه الحلقة. أستاذ مصطفى، يعني إيران نفوذها في 4 عواصم عربية، بغداد، صنعاء أو اليمن، سوريا، كذلك لبنان، العرب أين مشروعهم من كل ما يجري؟ أليس من الأجدر أن يكون لهم مشروع يتبنون فيه القدس مثل ما تتبنى إيران ذلك بحسب ما ذكرتم من أجل أهداف سياسية؟ يعني حالة التردي في النظام الرسمي العربي بدأت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بدأت منذ النكبة في عام 1948
ثم تطورت أكثر، يعني تدهورت أكثر بالحقيقة مع حرب 1967، النكسة التي حصلت، ثم مشروع روجرز، ثم معاهدات فض الاشتباك في 1973 وما بعدها، وكامب ديفيد، ومؤتمر مدريد، ومؤتمر أوسلو، ووادي عربة، وإلى آخره. هذا التردي في المشروع أو في الموقف الرسمي العربي من قضية فلسطين مرتبط بحالة التردي العربية الرسمية العامة، ليست فيما يتعلق بفلسطين فقط، فيما يتعلق الآن نحن منذ 16 سنة العراق محتل، وهناك غياب كامل عن الموقف في الموقف العربي لنصرة القضية العراقية، للتصدي للاحتلال الأمريكي، للتصدي للاحتلال الإيراني، للتصدي للمشروع الفارسي الميليشياوي، فيما يتعلق بالحرب الطائفية، فيما يتعلق بالتغيير الديمغرافي، فيما يتعلق بقتل مئات الآلاف من الأبرياء، الزج بالآلاف أو بمئات الآلاف في السجون، وهكذا عملية حتى موضوع يعني تنظيم داعش الإرهابي والتصدي له، كان هناك غياب عربي كامل عن القضية العراقية، هناك غياب عربي حقيقي عن القضية، يعني عن جهد حقيقي في القضية السورية، هناك غياب كامل عن اليمن، وبالتالي عن فلسطين. وبالتالي هذا حالة التدهور في النظام الرسمي العربي وفي الوضع الرسمي العربي، وينسحب هذا حتى على عمل المنظمات المجتمع المدني العربي والاتحادات العربية. منذ يعني احتلال العراق رأينا تدهورا في العمل الرسمي العربي والعمل الشعبي العربي على كل المستويات. لكن إذا كان هذا مفهوما لدى المواطن العربي، ومفهوما أيضا هذا الاصطفاف الميليشياوي لمخالب إيران القذرة وأنيابها الكريهة التي تنهش في جسد الأمة في العراق، هذه الميليشيات التي قد تصل إلى نحو 100 ميليشيا في سوريا بأعدادها، حزب الله في لبنان، الحوثي في اليمن، العناصر الإرهابية للوفاق وغيرها في البحرين، في مجموعة نمر وغيرها في السعودية. إذا تسمح لي دقيقة واحدة، إذا كان هذا مفهوما فعلى عدد من المنظمات السياسية العربية وعلى عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية أن تعرف أن إيران لا يمكن أن تقدم خدمة للقضية الفلسطينية، إيران تستخدم القضية الفلسطينية لتجميل صورتها القبيحة التي انكشفت عورتها في العراق وفي سوريا وفي الأحواز وفي اليمن وفي لبنان وفي الخليج العربي. وبالتالي على هذه المنظمات وهذه الأحزاب السياسية أن تفهم حقيقة هذا المشروع الفارسي المعادي للأمة. شكرا لك. في دقيقة واحدة أستاذ محمد، يعني كيف تنظر إلى تعاطي الحكومة وتعامل الحكومة في العراق مع الفلسطينيين؟ يعني كان هناك قانون، القانون المشهور رقم 202 لعام 2001، والذي يساوي بين الفلسطينيين والعراقيين في الحقوق والواجبات عدا الحقوق المواطنة، وهي الترشيح للانتخابات أو الانتخابات وخدمة العلم، هذه كانت مستثنى، والجنسية طبعا. الآن المشكلة أن في عام 2000 وفي هذه الأعوام صدر قانون جديد رقم 71 ينسف كل المكتسبات التي اكتسبها الفلسطينيين في العراق ويعاملهم كأنهم جاءوا للعراق اليوم. أنا من هذا المنبر أناشد كل من له دال على الحكومة العراقية، يا أخي لم يبقى في العراق سوى 3000 فلسطيني فقط، ماذا يمثل هؤلاء اليوم في العراق اللي تعداد نفوسه 30 مليون شخص؟ لماذا هذا الاستهداف بهذه الطريقة؟ المشروع الواضح كان هو إخراج الفلسطينيين من العراق، وأنا أقول إذا بقي القانون بهذه الطريقة الذي يصيغ والذي يحاول أن يروج له والذي يلغي كل ما حصل عليه الفلسطين طوال 60 سنة أو طوال 70 سنة من وجودهم في العراق، إنما هدفه هو فقط هدف واحد وهو إخراج من تبقى من الفلسطينيين والفلسطينيين في العراق، وشطب العلاقة الوطيدة، العلاقة العزيزة بين الشعب الفلسطيني والشعب العراقي بهذه الطريقة المأساوية. مرة ثانية أنا أؤكد، نحن في العراق عشنا مع أهلنا بكل مكونات الشعب العراقي كأخوة وكأحباب مع الشعب العراقي بأفراحه وأتراحه، بيننا نسب ومصاهرة، ونعتز بهذه العلاقة جدا، ونقول أن محبة العراق
هي راسخة في قلوبنا لا يغيرها شيء، ونحن نعلم وصدق شاعر العراق الذي قال: ما جف جرح القدس فينا لا، لكن ألحقت رغم أنوفنا بغداد. شكرا لك أستاذ محمد مشينش المتخصص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وشكرا لك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، وأيضا شكرا لك دكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر الهاتف من عمان. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية، في أمان الله.